بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 21 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل بلال رضي الله عنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 78 بعد 406,000، قال حدثنا عبيد الله ابن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال عند صلاة الغداء، يعني عند صلاة الصبح، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. يبقى هو من المبشرين بالجنة سيدنا بلال أيضا. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يبقى أول من سن سنة الوضوء، صلاة سنة الوضوء، كان سيدنا بلال، وسنها قبل أن يعلمه النبي. يبقى من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل به. لو كان حد من الوهابية عايش معاه وكان قال له أنت كده وهاب، أنت كده مبتدع، فعلت فعلا لم يأمرك به النبي، ولكن هو فعل مقصد الشرع. الشرع مقصده أنك تتوضأ لتصلي، الوضوء للصلاة. فلما علم مقصد الشرع أن الوضوء يكون للصلاة، فإن توضأ في وقت ليس فيه فريضة أنشأ صلاة التطوع متعلقة بهذا الوضوء تسمى سنة وضوء. يبقى هو أنشأ سنة على مقتضى الشرع الشريف فليست بدعة، فكل سنة تكون على مقتضى الشرع الشريف ليست بدعة ضلالة، بل تكون من باب سنة حسنة التي من فعلها له أجره وأجر من عمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال له أنبئني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، لم يقل أذاني لك يا رسول الله مثلا، يقصد عملته يعني من عند نفسك، يعني تطوعت به من عند نفسك. أدي معنى أرجى عمل عملته في الإسلام، يعني تطوعت به من عند نفسك لم يأمرك به أحد. فقال أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى ركعتين بهذا الوضوء. استدل الإمام الشافعي من هذا على جواز صلاة النافلة التي لها سبب سابق في وقت الكراهة، لأنه لم يستثني أوقات الكراهة، قال في ساعة من ليل أو نهار أي وقت يعني. ومعلوم أن هناك أوقات كراهة في الليل والنهار، فاستدل الإمام الشافعي على جواز الصلاة، صلاة التطوع، في أوقات الكراهة إن كانت لها سبب مقارن أو سابق. أما لو كانت لها سبب يأتي بعدها كسنة الإحرام مثلا تصلي لتحرم، فهذه لا يجوز صلاتها
في وقت الكراهة، أو سنة الاستخارة، تصلي لتدعو دعاء الاستخارة، هذه لا يجوز عند الشافعية وباقي المذاهب أن تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر عليك، وكذلك قضاء الحاجة، ركعتي قضاء الحاجة. أما إن كانت صلاة لها سبب مقارن كصلاة الاستسقاء مثلا، كصلاة الخسوف أو الكسوف، أو يكون لها سبب سابق عنها كتحية المسجد وسنة الوضوء والاستسقاء والجنازة، فيجوز كل ذلك أن تصليه في وقت الكراهة عند الشافعية، وتزول الكراهة عند الشافعية إذا شرف المكان والزمان، إذا شرف الزمان والمكان، يعني لا كراهة أن تصلي في المسجد الحرام في ليل أو نهار، ما فيش وقت كراهة هناك. أما تبقى هناك في مسجد الكعبة فيش حاجة اسمها وقت كراهة لشرف المكان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا، بيكلم إيه بني شيبة اللي معهم مفتاح الكعبة، لا تمنعوا أحدا يصلي أو يطوف في البيت في ساعة من ليل أو نهار، أي لهم كده. فاستدل الإمام الشافعي على أنه إذا شرف المكان زالت الكراهة، يصلي في أي وقت تزول الكراهة مطلقا، وإذا شرف الزمان أيضا. ولذا يصلى تحية المسجد ويتطوع ما شاء وقت الزوال قبل طلوع الإمام على المنبر لخطبة الجمعة لشرف الزمان، لأن يوم الجمعة يوم شريف، فلك أن تتطوع ما شئت وقت الزوال قبل أذان الظهر، وهو وقت كراهة في سائر الأيام إلا يوم الجمعة لمن يريد أن يتطوع قبل صعود الإمام على المنبر. لا، احنا بنقول قبل في الزوال، في الزوال. ما هو زمان صلاة الجمعة هنا، الزمان هنا الاستعداد لصلاة الجمعة، وهذا من فعل الصحابة، الصحابة كانوا يتطوعون ما شاءوا حتى يصعد النبي على المنبر، فالكل يمكث حتى يسمع الخطبة، ففعل الصحابة دل على ذلك والنبي أقرهم. في رمضان كسائر الأيام، كسائر الأيام، إذا كانت لها سبب سابق لو أن يصلي أو مقارن يبقى الحكم مستقر كما كان. باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر ابن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. قال سهل ومن جاب أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم، يعني من هؤلاء المحسنين. هذه مزية ما بعدها مزية أيضا. ومعلوم أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان ضئيل الجسم، فكان الصحابة إذا صعد على النخلة يضحكون من قدميه لرفعهما ونحافته، فكان النبي يقول تعجبون على لقدمي ابن مسعود إنها عند الله أثقل من جبل أحد. فسيدنا عبد الله بن مسعود له فضائل جمة رضي الله عنه وأرضاه، ويكفي أن فقه ابن مسعود مستمر معنا الآن في مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة قائم على فقه ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وفقه أبي حنيفة يتعبد به أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم عددا. الهنود، شوف الهنود عددهم قد إيه، وشوف الأتراك عددهم قد إيه، وشوف أنت
الباكستانيين عددهم قد ايه، والبنجلاديشيين عددهم قد ايه، اعداد ضخمه. العرب جنبهم نقطه، وتلاقيهم كلهم احناف، كلهم يتعبدوا الله على مذهب الامام ابو حنيفه. مذهب ابو حنيفه، مين ابو مذهب ابو حنيفه؟ هو عبد الله بن مسعود، فاهم؟ فهو الذي انشا هذا الفهم في العراق، الذي اصله بعد ذلك الامام ابو حنيفه ونشره وعلمه للناس وزاد عليه باجتهاده وفقا على قواعده. فسيدنا عبد الله بن مسعود من الصحابه الاجلاء، ما زال الناس يتعبدون الله على فهمه. فمن الصحابه الاجلاء الكبار، علماء الصحابه رضي الله عنه وارضاه، انشا مدرسه البصره والكوفه، كل دي مدارس انشاها سيدنا عبد الله بن مسعود هناك وعلم الناس. وعنه به قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال اسحاق: اخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا يحيى بن ادم قال: حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى قال: قدمت انا واخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثره دخولهم ولزومهم له. يعني ابو موسى الاشعري لما جاء من اليمن، جاء بعد فتح خيبر، جمع اصحاب السفينه اللي جايين من الحبشه، اللي هو سيدنا جعفر بن ابي طالب ومن معه وام حبيبه، كل دول جم مع فتح خيبر. سيدنا ابي موسى بقى يلاحظ ان سيدنا عبد الله بن مسعود وامه داخلين طالعين في بيوت النبي، ففاكرينهم دول من اهل بيته من كثره تداخلهم يعني. فدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يدخل بيوته الا الاتقياء الانقياء، فدل على كمال نقائه وتقواه صلى الله عليه وسلم، وشرف احسن تربيه اصحابه. وعن ابي قال: حدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا اسحاق بن منصور قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق انه سمع الاسود يقول: سمعت ابا موسى يقول: لقد قدمت انا واخي من اليمن، فذكر بمثله. وعن ابي قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن ابي موسى قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ارى، يعني اظن ان عبد الله من اهل البيت، او ما ذكر من نحو هذا. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال: سمعت ابا الاحوص قال: شهدت ابا موسى وابا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال احدهما لصاحبه: اتراه ترك بعده مثله؟ فقال: ان قلت ذاك ان كان ليؤذن له اذا حجبنا ويشهد اذا غبنا، يعني لم يترك مثله، يعني بعد ما مات ما فيش حد زيه يعني. هذه معناه لم يترك مثله، يعني لا يوجد احد على قدمه. بيقول لي بقى: كان يؤذن له ونحجب نحن، يؤذن له في الدخول على النبي ويحذر ويسمع حاجات احنا غبنا عنها، وبالتالي يبقى علمه اكثر مننا، يعني حضر وغبنا ودخل وحجبنا، يبقى ايه؟ علمه زاد. وكان معروف ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان يسمى حامل النعل والمطهره، كان يشيل باستمرار النبي لما يخلع نعله، مين اللي يشيل نعل النبي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود حامل النعل. وكان يشيل مطهره النبي ويشيل العنزه، اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم قطع عباره عن خشبه في اخرها يعني شيء معدن مدبب، كان النبي يضعها امامه يصلي اليها ستره في سفره. فكان اللي يشيل الامور الخاصه بالنبي دي مين؟ كان سيدنا عبد الله بن مسعود، وكفاه شرفا. وعن ابي قال: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا يحيى بن ادم قال: حدثنا قطبه وهو ابن عبد العزيز عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابي الاحوص قال: كنا في دار ابي موسى مع نفر من اصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف،
فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، اللي هو عبد الله بن مسعود. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. يعني أسباب أنه أعلم منا إيه؟ أنه كان يدخل ونحجب ويحذر ونغيب، بيبقى ازداد احتكاكه بالنبي وسماعه لكلام النبي فازداد علما. وعن أبي قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله وابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى فوجدت عبد الله وأبا موسى حاء. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث وحديث قطبة أتم وأكثر. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. لما جمع سيدنا عثمان بن عفان القرآن وأمر بحلق ما سواه، سيدنا عبد الله بن مسعود كان عنده قرآن كتبه هو بإيده بتاعه، وكان كاتب في وسطه إيه بعض التفاسير، وكان لم يكتب بعض الصور على اعتبار أنها محفوظة، فلم يثبت مثلا المعوذات في مصحفه، فكان المصحف بالمفهوم بتاعنا يبقى فيه زيادات وفيه نقص، فهمت ازاي؟ لكن هو كان يفهمه، فاهم ايه الزيادة اللي فيه وفهم النقص. سيدنا عثمان بن عفان خايف لحسن لو المصاحف دي تركت وورثها الناس لا يميزون بين التفسير وبين القرآن، ولا يميزون بين الكامل والنقص. فلما جمع القرآن وأمر زيد بن ثابت يجمع القرآن الجمعة الأخيرة، وكتب نسخ بعتها إلى الأمصار إلى البلاد البعيدة، وأمرهم بحرق ما سواه. أي واحد عنده مصحف تاني غير ده يسموه المصحف الإمام اللي احنا بنتعبد الله به إلى الآن. سيدنا عبد الله بن مسعود رفض أن يحرق مصحف، وقال الكلام ده بقى، قال الكلام ده في الايه في الوقت ده، ما رضاش يحرق مصحف واحترق، وقال: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. انا هغل هذا المصحف واتي به يوم القيامه، ونعم ما اتي به يوم القيامه، مصحف كتبته من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ ادي ايه سبب روايه هذا الحديث. وعن ابي قال: حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا قطبه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان يقول كده في الملأ والصحابة قاعدين ومحدش يرد عليه، دليل أنهم يقروا له إيه بهذه الأمور. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لكن كان نظرة سيدنا عثمان أبعد وأصح، فهمت؟ يبقى كان الصحابة كلهم يجتهدوا، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، هو كان مصيب في عصره، لكن سيدنا عثمان بينظر للعصور المتقدمة للأجيال التي تأتي من بعد على مدى سنوات مئات السنين من بعد. هو سيدنا عثمان خايف تيجي أجيال ما تعرفش تميز، احنا دلوقتي أجيال عايشة ومميزين، طب احنا بنتكلم على الاحفاد واحفاد الاحفاد وابناء الابناء لحد يوم القيامه، هتلخبطوهم كده. سيدنا عثمان كان نظرته بعيده، سيدنا عبد الله بن مسعود نظرته للي في ايده، حاجه انا كتبتها ومعتز بيها من ايام النبي من فم، ازاي احرقها؟
طب انا بقى هقول لها واحافظ عليها، ومن يغلو ياتي بما غلى يوم القيامه. فهمت ازاي؟ يبقى دي ده بينظر لنظره وده بينظر لنظره اخرى. وربنا ايه؟ حفظ نظره سيدنا عثمان واراد لها هي البقاء. فهمت بقى المساله؟ يعني كان الصحابه احيانا يختلفوا في اجتهادهم في امور متعلقه بالشرع الشريف، لا باس، واخد بالك؟ فمنهم المصيب ومنهم الاصوب. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق قال كنا ناتي عبد الله بن عمرو فنتحدث اليه، وقال ابن نمير عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا ازال احبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه، من ابن ام عبد فبدا به، ومعاذ بن جبل، وابي بن كعب، وسالم مولى ابي حذيفه. يعني دول امتى الناس يعني في القران في العصر النبوي، في العصر النبوي. لكن بعد كده شاع القران واصبح بعد كده اهل القران في الامه كثر. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة قالوا حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال ان ذاك الرجل لا ازال احبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول اقرأوا القرآن من اربعة نفر، من ابن ام عبد فبدأ به، ومن ابي بن كعب، ومن سالم مولى ابي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش باسناد جرير ووكيع في رواية ابي بكر عن ابي معاوية قدم معاذا قبل ابي. يعني ترتيب المذكورين في بعض الروايات ايه حصل فيها تقديم وتأخير، قدم معاذا قبل ابي، وفي رواية ابي كريب ابي قبل معاذ. وعن ابي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن الاعمش باسنادهم، واختلف عن شعبة في تنسيق الاربعة يعني في ترتيب ذكر الاربعة. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابراهيم عن مسروق قال ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا ازال احبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول استقرئوا القران من اربعه، من ابن مسعود، وسالم مولى ابي حذيفه، وابي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد، وزاد قال شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ. باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إيه؟ أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد عين مين؟ عين أبي إمام للتراويح يصلي بالناس، بناء على ان النبي قال اقرأكم ابي. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة كلهم من الانصار. جمعه يعني ايه؟ يعني حفظوه كاملا، يعني ادي معنى جمعوه، يعني حفظوه كاملا. لكن هذا لا يعني ان مش هم دول بس اللي حافظين القرآن، اجزاء القرآن كلها كانت محفوظة عند ايه؟ عند الصحابة متفرقات، فبمجموعها تبقى متواترة.
فهمت بقى ازاي؟ لحسن بعض الناس ايه قال لك ايه ده القران غير متواتر، ده اللي جمع القران اربعه بس. اذا كان في بئر معونه مات 70 من حفاظ القران، 70 ازاي اربعه بس؟ ده على حد علم انس، ده الكلام ده على حد علم انس، هو ده حديث نبوي ده انس، وانس كان طفل صغير عنده 12 13 سنه، بيقول انه اللي جمع القران على حد علم الاربعه دول يبقى علم انس، هو ده علم الامه؟ فهمت ازاي؟ اصل بعض المستشرقين نظروا الحديث ده قال لك اهو القران ثابت عندكم عند اربعه واربعه عندكم احاد يبقى مش متواتر. فهمت بقى ازاي؟ لا يرد عليهم بقى، رد عليهم بقى 100 رد. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك من ايه؟ من المغامز بتاعه المستشرقين وكيف ترد عليهم. يبقى هذا الحديث على حد علم انس، وانس كان طفل صغير. واحنا عارفين ان بئر معونه كان فيها 70 من القراء ماتوا، وكان تسمى ايه؟ غزوه القراء. وفين ما ذكرش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سيدنا علي، كل دول جمع القران، ولا ذكر عبد الله بن مسعود فيهم. الله، يبقى فين بقى اللي ما فيش الا دول؟ فهمت بقى المساله؟ وبالتالي يبقى ده على حد علم انس وليس ايه على الواقع يعني. قال سمعت انسا يقول جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه كلهم من الانصار. يبقى انس انصاري وهو عايز يتكلم على بعض الانصار اللي هم ايه برزوا في العلوم. فهمت؟ مش يبقى مش بيتكلم على كلهم. طب فين المهاجرين اللي حافظين القران؟ ما جابش سيرتهم. فهمت؟ معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي، يعني واحد من أعمامي. يبقى هنا بيذكر سيدنا أنس من باب الفخر وليس من باب تحقيق الحقيقة، خصوصا أنه لم يتناول من الصحابة إلا بعض الأنصار الذين علمهم، ولم يذكر بقى المهاجرين وغيرهم. وعن أبي قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، على حد علمه بقى، أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سمك لي. قال فجعل أبي يبكي. يعني إن الله، إن الرسول قال له إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال له قال اسمي ولا قال لك اقرأ على أي واحد من أصحابك؟ قال له لا بالاسم. فمن شدة يعني فرحه بهذا وشعوره بعظم المنة أن الله ذكر اسمه بكى بكاء الفرح المشتاق. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال وسماني؟ قال نعم. قال فبكى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسن لنا طريقة تعليم القرآن وهي التلقي من فم الشيخ. طريقة تعليم القرآن لا تكون بأنك تجيب القرآن كده وتقعد تقراه لوحدك، لابد أن تسمعه من فم الشيخ، تتلقاه هكذا ثم تقرأ أمام الشيخ ثم يجيزك. هي دي طريقة تعليم القرآن. وكل من لم يقرأ القرآن على شيخ تجده لا يحسنه ولو كان لابس أكبر عمامة. شفنا ناس عمائم في الأزهر، عمائم يعني عمداء كليات، لأنهم حفظوا القرآن منفردين بين المشايخ، كانوا لما يصلوا بالناس إمام يخطئوا في القراءة ولا يراعوا الأحكام. وعلماء كبار عمداء كليات في الازهر تيجي تسال عنه طب حفظ القران؟ يقول لك لا ده حفظه لوحده مالوش شيخ. وتلاقي طلبه في الازهر بسطاء لا طلعوا من الاوائل ولا خدوا مناصب كبير، لانه قرفش عند الشيخ وحفظه يدخل على المحراب يقرا حاجه جميله تفرح بقراءته. ليه؟ لانه قراه على الشيخ.
فالقرآن لابد أن يؤخذ من فم الشيخ، فهم؟ وعن أبي قال حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبين بمثله. ونقف على باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.